يواصل الأوروبيون التصويت في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي، وتجري عمليات التصويت اليوم في حوالي 20 دولة لاختيار أعضاء البرلمان في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البرلمان الأوروبي مع توقع صعود اليمين المتطرف. نتابع هذه الانتخابات مع مراسلتنا عزة غريبة من باريس. عزة، مرحبا بك. ما الذي يعنيه وصول اليمين في ظل هذه التوقعات أنه اليمين قد ينجح ويعني سيكون الاتحاد الأوروبي يمينيا، هذا إن صحت هذه التوقعات، ويعني متى تنتهي هذه الانتخابات ويمكن الحديث عن نتائج نهائية؟ نعم ميشا، أبدأ بالشق الثاني من سؤالك. هذه الانتخابات تنتهي اليوم، هي يوم واحد مخصص لكل دولة. عدة دول أوروبية بدأت يوم الخميس، ولكن الكم الأكبر من هذه الدول 21 دولة تصوت اليوم، من بينها فرنسا وألمانيا، أي الدولتان الركيزتان في الاتحاد الأوروبي. الانتخابات هي دورة واحدة فقط، وبالتالي يوم واحد، تستمر طوال النهار، تنتهي هنا في فرنسا عند من مساء بالتوقيت المحلي، وعند المساء يعني تقريبا 10 بتوقيت أبوظبي تبدأ النتائج بالظهور، النتائج الأولية، مع توقعات، وهنا آتي إلى الشق الأول من سؤالك، توقعات بانزياح البرلمان الأوروبي نحو اليمين بشكل أكبر، اليمين المتطرف. الآن البرلمان تحكمه كتلتان رئيسيتان، هما يسار الوسط ويمين الوسط. إن انزاح البرلمان لجهة اليمين المتطرف كما هو متوقع نتيجة صعود أحزاب اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، هذا يعني بأن سياسات البرلمان الأوروبي، سياسات أوروبا بكليتها، أي الاتحاد الأوروبي، ستتجه يمينا. بالنسبة لموضوع الهجرة مثلا، أحزاب اليمين المتطرف هي متشددة بشكل أكبر، هي تريد أن تكون أوروبا قلعة بوجه المهاجرين. مثلا فيما يخص الإنفاق على الدفاع الأوروبي، المساعدات التي تعطى لأوكرانيا، العلاقة مع روسيا، كل ذلك سيتم إعادة النظر فيه ما إن كانت التوقعات صحت، وبالتالي توجه البرلمان إلى اليمين المتطرف. أكثر من ذلك ميشا، وصول اليمين المتطرف وخلط الأوراق بالنسبة للتحالفات داخل الاتحاد الأوروبي أيضا قد تجعل أي قانون يمكن التصويت عليه في البرلمان ويمكن طرحه في الفترة المقبلة، التصويت عليه سيصبح صعبا جدا، لأن الحصول على توازنات يمكن من خلالها التصويت على مواد في القوانين المطروحة سيصبح صعبا جدا إذا ما كانت اتجاهات البرلمان متضادة بشكل يصبح يعيق عمل البرلمان بشكل أساسي. كل هذا يهدد الاتحاد الأوروبي من داخله، لأن هذه الأحزاب بطبيعتها هي أحزاب قومية، هي ضد الاتحاد الأوروبي بتعريفها، وبالتالي قد تشكل هذه الأحزاب تهديدا على مؤسسة الاتحاد بكليته، وقد تضعضع الاتحاد من داخله. عزة، يعني لناحية أخرى، ماذا بالنسبة للتحديات التي يواجهها الاتحاد لناحية علاقته مع الصين ومع الولايات المتحدة؟ مع الصين، موضوع المنافسة مع الصين مطروح على الطاولة، وهذه المنافسة التجارية تزعج كثيرا الاتحاد الأوروبي، والذي يحاول منذ فترة وضع قوانين لهذه المنافسة، وهذا الأمر سيكون مطروحا على الطاولة من جديد. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فالموضوع شائك بشكل أكبر، لأنه فيما إذا وصل ترامب مجددا إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة ونفذ تهديده أو تلميحه بأن سياسته التي كانت في ولايته الأولى، وبالتالي خفض الإنفاق. عزة، اعذريني يعني، لكن بينما يعني أنت تقدمين هذه الرسالة، نحن نشاهد صور مباشرة لناخبين يعني يقومون بعملية الاقتراع. أعود إليك يا عزة. عزة، تماما، إذا كما ذكرنا الناخبون يقومون بعمليات الاقتراع، يدلون بأصواتهم، وعدد هؤلاء حوالي 350 مليون ناخب
في كل دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة. البرلمان مقسم إلى كتل بعدد المقاعد تتناسب مع الوزن النسبي لكل دولة. مثلا هنا في فرنسا عدد المقاعد المخصصة لفرنسا هي نحو 80 مقعدا، وهذه الانتخابات ستستمر طوال هذا اليوم. وكما ذكرنا الرهانات كثيرة أبرزها العلاقة مع روسيا وواشنطن. شكرا جزيلا لك مراسلتنا عزة غريبة من باريس.